تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم إلى حصة الصحافة لهذا اليوم، والتي نستعرض فيها معكم كما العادة أبرز ما كتبته بعض الصحف المغاربية والعربية الدولية وكذلك الغربية. بداية من الصحف الصادرة في الجزائر وصحيفة أخبار الوطن: الحصار يشتد والغذاء ينفذ والمأساة تتفاقم، المجاعة تحصد مزيدا من الفلسطينيين في قطاع غزة، الجوع في غزة وصل إلى مستويات كارثية، وجميع الحلول المفروضة اليوم تتكلم عن المساعدات الإنسانية التي لم يتم تحقيق أدنى نتيجة بخصوصها. محليا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرتقب بفرنسا نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر من هذا العام، زيارة بحسابات اقتصادية وتاريخية معقدة. سيؤدي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيارة رسمية إلى فرنسا مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل، وهي الزيارة التي من المنتظر أن تتطرق إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، سيما في مجال الفلاحة، الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية، بحسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. في أخبار الولايات، في سكيكدا مشروع لتوسعة الميناء البترولي، وفي برج بوعريج الإطاحة بعصابة إجرامية من 10 أشخاص تتاجر بالكوكايين، وفي تبسة إقبال كبير على لحوم الماعز، والجزائر تطالب بالتحقيق في الاعتداءات الجنسية على الفلسطينيين بسجون الاحتلال. ومن صحيفة أخبار الوطن نتحول إلى صحيفة أخبار اليوم: تحذير رسمي من الحج بتأشيرات سياحية، عنوان تطرقت إليه كل الصحف تقريبا الجزائرية الصادرة هذا اليوم. رسميا، خدمة الفتوى المباشرة بين أيدي الجزائريين. وبالعودة إلى كذلك الخبر العربي، الجزائر تطلق صرخة في وجه المجتمع الدولي، دعت إلى التحقيق في الاعتداءات الجنسية بفلسطين المحتلة، بداية رمضان دامية في غزة، كريكو تحيي صمود المرأة الفلسطينية. ومكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري والمصري، حيث تلقى عبد المجيد تبون رسالة أو مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هنه فيها بحلول شهر رمضان. وكذلك في نفس الصحيفة، الصيدلية المركزية للمستشفيات نحو إعادة تحيين قائمة الأدوية. ورياضيا، ربع نهائي كأس الكاف، اتحاد الجزائر يواجه نادي ريفيريز يونايتد. إلى صحيفة الآن التي هي أيضا عنونت بخصوص تأشيرات الحج، وقالت أو وكتبت: الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر، وكالات سياحية تحتال على الجزائريين بالتأشيرات السياحية للترويج للحج، ووزارة التربية تعلن عن تواريخ إجراء امتحانات الباك والبيام. وفي شهر رمضان، الحلويات التقليدية الخطر المحدق بالمواطنين، تجار يعمدون إلى طهيها في الزيت المستعمل عديد المرات مما يسبب مضاعفات صحية خطيرة. في الجلفة، الهلال الأحمر الجزائري ينعش روح التضامن في رمضان ببلدية الزعفران. وفي سعيدة، أيام تحسيسية إعلامية ضد التبذير الغذائي. إلى صحيفة الحوار، المدير العام للجوية الجزائرية يلتقي نقابة تقنية صيانة الطائرات، عزم على تعزيز الصيانة وتحسين ظروف العمل. والرئيس تبون يزور فرنسا مطلع الخريف المقبل، تطرق للعلاقات الثنائية ومسائل أخرى مع نظيره الفرنسي خلال مكالمات هاتفية. في عنوانها البارز تعنون الحوار: إقبال قوي في أول صلاة تراويح بجامع الجزائر، قاعة الصلاة وصحن الفضاء المسجد اكتظ بجموع المصلين، وكبار المقرئين والمتوجين بجوائز عالمية هم من أما المصلين، وتسخير كافة الإمكانيات لضمان تأطير أمني محكم، ومصلون يقولون جئنا حتى نخلد ليلتنا المباركة بمسجد الجزائر. في الشأن العربي، ممثل الجزائر الدائم في مجلس الأمن عمار بن جمع يقول: ما يعيشه الفلسطينيون اختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي. وظاهرة التبذير ترتفع في رمضان، مختصون مشايخ وإمة يدعون عبر الحوار لإيقافها لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. إلى صحيفة المشوار السياسي، في عنوانها البارز: لا حج بالتأشيرات السياحية،
تنظيم الحج من صلاحيات الديوان والوكالات المرخصة. وزارة الشؤون الدينية خدمة القوى أو الفتوى المباشرة تطلقها هذا رمضان، وتأطير أمني محكم خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر. وقمة الجزائر الغاز حققت نجاحا كبيرا وفق ما الصحيفة التي كتبت أيضا بأنها اتسمت بمشاركة غير مسبوقة. وعربيا، نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعطيل المساعدات الدولية، الجوع يفتك بالفلسطينيين. الأونروا تقول الاحتلال يحظر إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة. والسلطات الصحية توجه نداء عاجلا لإغاثة الفلسطينيين. وحقوق فرنسي يؤكد بأن هناك حرمان أهل غزة من الطعام والمياه، تعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية. وإلى أبرز ما تناولته بعض الصحف في باقي البلدان المغاربية مشاهدينا الأفاضل، والبداية من المغرب وصحيفة الأحداث. امتحان جديد للأغلبية. البام حزب الأصالة والمعاصرة يصر على تغيير رئاسة مجلس النواب، والتجمع الوطني للأحرار متمسك بالطالب العلمي الرئيس الحالي. والحرب على الأغذية الفاسدة، حجز أطنان من المشروبات الغازية والشاي منتهية الصلاحية. وثلاثة أيام بدون جامعات، تنسيق النقابي يطالب بحوار ونظام أساسي مع وزارة الداخلية. والحبس النافذ لعشرين مشجعا من فريق الرجاء البيضاوي. وكذلك عنوان آخر في ذات اليومية، انطلاق التخطيط لمناورات الأسد الإفريقي التي تنظمها القوات المسلحة المغربية ونظيرتها الأمريكية. إلى صحيفة المساء، أطر وموظفي الصحة يشاركون في احتجاجات غاضبة بمدينة مكناس. ومرصد ينبه لارتفاع وتيرة الهجرة السرية للقاصرين بسبب ما وصفه باستمرار تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية. المفتشية العامة للداخلية تبحث مع رئيس جماعات باليوسفية في ملفات فساد. عربيا، مستوطنون يقتحمون الأقصى، والقسام تخوض اشتباكات مع الاحتلال في جنين. إلى تونس وصحيفة الشروق، رئيس الجمهورية قيس سعيد يقرر إقالة وزيري النقل والثقافة. عربيا، أين الصين وروسيا فيما أمريكا تريد أو تعربد في الشرق الأوسط مثلما أو كيف كتبت ذات الصحيفة. ومنها إلى المغرب، صحيفة المغرب دائما في تونس، استمرار الملاحقات القضائية مع اقتراب الموعد الانتخابي في ضرورة التناسق بين القضاء والسياسي لنزاهة المنافسة. وبين تكافؤ الفرص وحياد الإدارة للمترشحين، انتخابات مجالس الأقاليم الخمس اليوم، الإعلان عن التركيبة من قبل هيئة الانتخابات. عربيا، ميناء غزة يضع أمريكا في قلب الحرب، استراتيجية لتنفيذ خطة حكم غزة بعد الحرب أم امتصاص للانتقادات الدولية بعد تفاقم الأوضاع الكارثية. وإلى ليبيا وصحيفة المرصد، دعوة الجامعة العربية تكون أكثر قبولا للأطراف الليبية ويمكن التعاطي معها، وفق ما قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الاستشاري أشرف الشح. وموقف البعثة الأممية من اجتماع القاهرة الثلاثي مثير للانتباه. وفي حال تمسك الرئاسة في المجلسين بمواقفهما الحالية فقد يتم تجاوزه، هذا ما قاله عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة. وليبيا تحتاج لحكومة موحدة تدير شؤونها وآلية اختيارها سيضعها مجلسي النواب والدولة. إلى صحيفة الوسط، البرلمان العربي يقول التوافق الليبي يدعم الانتخابات والتنمية. أكد البرلمان العربي أمس الثلاثاء ترحيبه بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة، وضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا. وشدد البرلمان العربي في بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك على دعمه التام للجهود والمبادرات العربية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها.
إلى موريتانيا، وصحيفة الشعب: رئيس الجمهورية الغزواني ورئيس الاتحاد الإفريقي يستقبل وفدا من أسكانا، بحيث استقبل رئيس الاتحاد الأفريقي محمد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوط وفدا من وكالة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر أسكانا برئاسة المدير العام للوكالة محمد موسى. والوزير الأول يترأس اجتماع المرصد الوطني للاستصلاح الترابي. من صحيفة الشعب إلى صحيفة إن بي إنفو: حكومة موريتانيا تواجه ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان بفتح 35 محلا تجاريا مدعوما في عموم البلاد. ففي خطوة تعتبر استثنائية، واجهت حكومة موريتانيا حالة الارتفاع غير المسبوق للأسعار خلال شهر رمضان المبارك الحالي بفتح 35 محلا تجاريا للبيع بسعر مدعوم. 20 من تلك المراكز وزعت داخل العاصمة نواكشوط، و15 مركزا في عواصم الولايات الداخلية، وذلك لتوفير المواد الغذائية الأساسية للصائمين بأسعار مدعومة. نتحول الآن مشاهدينا الأفاضل إلى أبرز عناوين بعض الصحف العربية الدولية، ونبدأها من صحيفة الزمان: إبحار سفينة المساعدات من قبرص إلى غزة، والجيش الإسرائيلي يستهدف 4500 هدف لحزب الله وفق بيانه، وعدد أطفال غزة القتلى يفوق ضحايا نزاعات العالم في 4 أعوام، وسفن روسية وصينية في إيران أكبر مناورات عسكرية، سفينة حربية إيطالية تسقط مسيرتين في البحر الأحمر، والرئيس التركي أردوغان يحدد موعد زيارته إلى العراق، وتقارير عن عمليات مرتقبة في جبل سنجار. وكذلك في أخبار المنطقة: المغرب يرسل مساعدات برا إلى غزة والقدس بعد إسقاط مساعدات غذائية جوا قبل يوم. ووزير الري المصري يصرح لصحيفة الزمان: لا عودة لمفاوضات سد النهضة. وموسكو تستدعي السفيرة السويسرية احتجاجا على استخدام أصولها المجمدة. الدنمارك تمول تجهيز أوكرانيا بمدافع قيصر، والموالون لزيلنسكي يقتحمون قرية روسية. إلى صحيفة الشرق الأوسط: إسرائيل توسع ساحات الاشتباك في لبنان، غارات متتالية على بعلبك، والأهالي يخشون إشراكها في الحرب. في السودان: الجيش السوداني يقصي الدعم عن مقر الإذاعة، والمالكي مستعد للتفاهم مع الصدر حول الانتخابات في العراق. وعودة إلى أخبار الشرق الأوسط: إسرائيل تزيد الضغط على السلطة بقانون لإفلاسها. طرح اسم رئيس المخابرات الفلسطينية لإدارة غزة، وسفينة مساعدات تدشن الممر البحري من قبرص. وأوروبا تحذر إيران من تزويد روسيا بالصواريخ، عقوبات أمريكية على مجموعة مرتبطة بطهران. ودراما مشتركة بين لبنان وسوريا، بداية عادية والإبهار مؤجل. وإلى صحيفة العرب: تراخي قوات الدعم السريع يفقدها مكاسبها العسكرية، الجيش السوداني يعلن استعادة مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. المكاسب الميدانية للجيش ليست نوعية، وهي ناتجة عن قرار الدعم السريع وقف العمليات لفتح الباب أمام التفاوض. وأمن ممرات النفط في الخليج في مرمى التنافس الدولي. تزامن المناورات في المياه الإيرانية مع حرب السفن يثير الخوف على أمن النفط بعد عجز واشنطن عن حماية الملاحة. وتقارب غير مسبوق بين الصديق الكبير محافظ بنك المركز الليبي وشرق ليبيا. رسالة حماد إلى الكبير تعبر عن التحول في خارطة العلاقات بين الأطراف السياسية والمؤسسات الفاعلة في ليبيا. من الصحف العربية إلى بعض الصحف الغربية وعناوينها البارزة. من صحيفة نيويورك تايمز: سفينة المساعدات الأولى تتجه إلى غزة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد. وكذلك نقرأ عناوين أخرى ذات الصلة في نفس الصحيفة: الشاحنات دخلت إلى شمال غزة مع تزايد الضغوط على إسرائيل للسماح بالمزيد من المساعدات الغذائية. وقطر تقول بأن إسرائيل وحماس ليست قريبتين من اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما البيت الأبيض يقول بأن بايدن لم يضع خطوطا حمراء بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة، لكنه يكرر تحذيراته بشأن رفح. والحكومة الإسرائيلية تمنع دخول فلسطيني الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
إلى صحيفة الموندو الإسبانية، السفينة الإسبانية أوبن أرمز تغادر قبرص لفتح ممر إنساني بحري في غزة، بحيث غادرت سفينة تابعة لمنظمة أوبن أرمز الإسبانية غير الحكومية محملة ب200 طن من المساعدات الإنسانية قبرص متوجهة إلى غزة الثلاثاء، في خطوة نسقتها عدة دول لفتح طريق بحري يسهل نقل المساعدات إلى القطاع. وأظهرت منظمة أوبن آرمز مقطع فيديو للقارب وهو يغادر ميناء لارانكا جنوب شرق الجزيرة المتوسطية، رغم أنها لم تكشف عن موعد المغادرة لأسباب أمنية. وقالت المنظمة في منشور على الإنترنت إن هذا يفتح الممر الإنساني البحري إلى القطاع في مهمة معقدة للغاية، ونثق في أنها ستكون الأولى من بين العديد من المهام التي ستنجح في التخفيف من حالة الطوارئ الإنسانية التي يعيشها السكان في غزة. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، حصول مواطن فلسطيني في إسرائيل على حق اللجوء في المملكة المتحدة في حالة قيل إنها غير مسبوقة. فقد حصل مواطن فلسطيني من إسرائيل على حق اللجوء في المملكة المتحدة بعد أن ادعى أنه سيواجه الاضطهاد في وطنه على أساس عرقه وعقيدته الإسلامية ورأيه بأن إسرائيل يحكمها نظام فصل عنصري. حسن الذي لم يتم الكشف عن هويته الحقيقية لحمايته حضر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا، وقال محاموه أيضا إن نشاطه من شأنه أن يعرضه لخطر متزايد من الاهتمام العدائي عند عودته إلى إسرائيل. نصل الآن مشاهدينا الأفاضل إلى فقرة التغريدات لهذا اليوم، بداية من تغريدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي كتب: رمضان كريم لكل من يتابع هذا الموسم من الصدقة والصيام والصلاة، ونكرر التزامنا بضمان أن يمتد السلام والحرية الدينية إلى جميع المسلمين وإلى جميع الناس في جميع أنحاء العالم. وإلى تغريدة أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي كتبت: لقد وصل الوضع في غزة إلى نقطة لا عودة، يجب استخدام جميع الطرق للوصول إلى المحتاجين، وهنا يأتي دور الممر البحري القبرصي. سيكون للاتحاد الأوروبي فريق تنسيق في قبرص وسيقوم بتمويل وتوجيه تدفق البضائع. وإلى تغريدة جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الذي كتب: من المثير للاهتمام دائما مقابلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريش، إننا نتشاطر نفس القلق بشأن الحروب المستمرة من أوكرانيا إلى غزة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتحديات العالمية، وينبغي لقمة المستقبل أن تكون نقطة تحول في التعامل مع الحوكمة العالمية. وإلى تغريدة وزارة الخارجية والتنمية البريطانية التي كتبت: خلال شهر رمضان الفضيل نهيب بإسرائيل بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الوضع الراهن والسماح للمصلين بزيارة المواقع المقدسة في القدس بلا عراقيل. فرض قيود على زيارة المسجد الأقصى في رمضان يهدد بتأجيج التوترات وتقويض حقوق المسلمين للعبادة. وإلى تغريدة ماجد محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطري: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أحد أولئك الذين يملكون مفاتيح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأحثه والآخرين على الجلوس إلى الطاولة الآن، لأن كل يوم يمر يشكل خطرا على حياة الرهائن وخطرا على حياة المدنيين في غزة. بهذه التغريدات أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحافة، أترككم مع هذه الرسومات التعبيرية، دمتم بخير والسلام عليكم.